السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة، ومعانا الدكتورة الزهراء أخصائية التغذية. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك شيف محمد، مساء الخير عليك، مساء الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا على نكهة خاصة. يا ريت حلقتنا تكون نكهة خاصة. اليوم حنشتغل على اللون الأبيض وتأثيره على جسم الإنسان، الأغذية اللي هي بتتميز باللون الأبيض، وشيف محمد عامل لنا أطباق بتتماشى مع الموضوع ده إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة. النهارده طبعا عامل لهم سلطة الخيار الزبادي، أيوة، وعمل لهم طبق مكرونة بالكريمة مع الدجاج، وعمل لهم شوربة الكريمة الفرق الدجاج برضو، وعمل لهم عصير التبلدي بالموز. تمام، إن شاء الله فوائد غذائية قيمة جدا جدا وأطباق متنوعة، يا ريت تنور إيداكم وإعجابكم. شيف محمد حيبدأ لنا بشنو؟ إن شاء الله دكتور. هنبتدي أول حاجة هنعمل مع بعض الشوربة. تمام، شوربة مكوناتها سهلة، هي الفراخ اللي احنا بنستعملها للمكرونة بناخد منها الأجزاء الفليهات والحاجات الصغيرة اللي بتطلع، أيوة، بنعمل منها جزء للشوربة لوحدها. هنشوف مع بعض مكونات شوربة الدجاج ونرجع مع بعض مرة تانية. ورجعنا مع بعض مره ثانيه عشان نعمل الشوربه. زي ما شفنا مكونات الشوربه دكتوره، الشوربه احنا دايما بنعتمد عليها بالكريمه. يعني انت دايما الناس بتسالنا على كريمه الطبخ. صح، كريمه الطبخ احنا شرحناها قبل كده مرتين وعملناها، لكن احنا نوريها لهم برضو دلوقتي بطريقه سريعه كده. ان كريمه الطبخ عباره عن زبادي، ده اسهل طريقه، البديل ممكن يعني تتعمل في البيت. بدل ما انت تشتريها جاهزه ممكن تعمليها تحضريها في البيت. ايوه، زبادي ومعلقتين نشا وذره ملح بسيطه جدا. تمام، تطبخيها على النار وتسيبيها تبرد، بتبقى معاكي زي الكريمه بالظبط. تمام، يعني قريبه من اللبن اللي هو اللي بنسيبه مثلا يبقى بره عشان يعمل. أيوة زي الزبادي. أيوة، ما زبادي وما لبن، اللي هو البادي وش زي القشطه كده. تمام. ايوه، هننزل هنا مع بعض بشويه بصل بسيطه. تمام، مع زيت بقى وزبده كده عشان تطلع معاك الشوربه لمعه ولونها حلو. نحط لها معلقه زبده. ايوه، لازم الزبده، زبده او سمنه بتديكي نكهه حلوه في الشوربه بالذات، وبتدي بتحافظ على اللون الابيض بتاع الكريمه اللي احنا بنحطها دي. طبعا، طبعا ممكن تضيفيها لو ما عندك كريمه خالص، بتربطي زي ما انا هعملها دلوقتي بشويه دقيق صغيرين، تربطيه زي البشاميل، وبعد كده تضيفي عليه اللبن او الشوربه اللي عندك. تمام، عشان تفتحي لونها اكتر بتضيفي عليها الكريمه. تمام تمام. نقلبها كده شويه، ندب البصله ما بنخليها تلون، بس ريحه البصل تطلع. تمام، مع الزبده والزيت اللي احنا حاطينه. أيوة، دايما لما تيجي تستعملي زبده حطي معاها شويه زيت عشان ما تغير منك اللون بسرعه. اللون في النار. صح كده بالشكل ده. وننزل معاها بالدجاج. ايوه، الدجاج قطع صغيره. بتقطع الدجاج للشوربه قطع صغيره؟ قطع صغيره. تمام، معانا اتصال من ام نجود. مساء الخير عليك يا ام نجود. الو الو، عليكم السلام، كيفك يا ام نجود؟ الو، ايوه يا ام نجود، سامعينك. يس، أكيد ضمانتو غالي. أيوة، أنا سامعاكي كويس، أنت ما سامعاني؟ أيوة، ضمانتو غالي والله، برنامج جميل، يا ريت أعرف الطريق بتاعت البطاطس. بتاعت شنو؟ بتاعت البطاطس. البطاطس؟ صينية البطاطس؟ والله برنامج تمام، برنامج غالي، ده برنامج كيف بطاطس. تسلم، تسلم ربي يديك العافية. إن شاء الله. تسلم ربي يديك العافية. مثل لا زلمة حاوي. الحمد لله، لا سمعنا صوتك. هاي الحمد لله، خش الليله الحمد لله. والله برنامج جميل جميل، بس معلش تعيدي لنا، عاوزه تعرفي شنو عن البطاطس يا ام نجود؟ عايزه اعرف البطاطس كيف. صينيه البطاطس يا شيف محمد. صينيه البطاطس. تمام، تسلمي، شكرا لاتصالك يا ام نجود. ان شاء الله. طيب، صينيه البطاطس، بتجيبي البطاطس طبعا تغسليها غسله كويسه، تقشريها، تقطعيها حلقات. أيوة، صغيره، تغسليها غسله ثانيه عشان كميه النشا ما تربط منك كتير في الصينيه وانت بتعمليها. هتعملي شويه بشاميل صغيرين زي اللي احنا بنعملهم للمكرونه.
تضيفي على اللحمه طبعا، تحطي لحمه دجاج سمك زي ما انت عاوزه، مع البطاطس دي اضافات انت بتحبيها تضيفيها براحتك. أيوة. ترصي صينيه البطاطس وتحطي طبقه من البشاميل، طبقه تانية وترصي برده طبقه بطاطس، نفس الطريقه لحد ما توصلي لاخر طبقه فوق، ترشي عليها شويه جبنه او بيضه او سمنه، معلقتين كده على الوش عشان تطلع معاكي محمره. طبعا. دي صينية البطاطس. ان شاء الله من جد تكوني تابعتي معانا وعرفتي طريقة صينية البطاطس. يا شيف وصلنا وين في الشوربة؟ يا دكتورة بس بنخلي الفراخ لونها بيبقى ابيض طبعا زي كده، بعد كده نديها شوية دقيق وبعدين شوية ملح صغيرين، شوية فلفل، شوية حبهان او حب سليم حبهان عشان تعرفي تشيليه بعدين من الشوربة. اللي رايحك اعمليه مفيش مشكلة. حاجات بس عشان بتنكه الدجاج والشوربة بتبقى طعمها كريمي حلو يعني. تمام يا شيف. زي ما شايفين اهو الدجاج خلاص استوى مع البصله دبل، نحط له شويه ملح. ايوه شويه فلفل بسيطه جدا، وكمان لو عندك عود كرفس بيديك نكهه حلوه جدا للشوربه. ننزل بعود كرفس كده، عود واحد بس، ونقلب كده المكونات دي كلها مع بعض. ايوه كده الاضافات المبدئيه انتهت صح؟ دي التطعيم المبدئي الاولاني، بعد كده نضيف بقى الكريمه زي ما اتفقنا، ممكن النسبه تضيفيها او ممكن تضيفي لبن مكانه برضو بيفتح لك لون الشوربه. تمام هننزل معاها بمعلقتين دقيق عشان نربط، نعمل قوام للشوربه تكون تقيله. ايوه ونبتدي نقلبها كده لحد ما تحسي ان الدقيق خلاص استوى اتماسك ريحته طلعت. تمام عشان ما يبقى معاكي برضو الملح طبعا مع زي ما اتفقنا هو اللي بيحل الدجاج معاكي. ايوه صح. تبقى الدجاج كده عامله زي العجينه في الاول، بعد كده اول ما بتنزلي لها الماده السائله بتبتدي تحل تاني. تمام انت لحد الان ما دخلت فيها مويه ولا حاجه؟ ممكن تحطي شوربه مويه لبن اي حاجه انت متوفره عندك، ممكن تعملها زي على حسب ما انت بتحبيها طبعا. تمام طب يا دكتوره حضرتك قلت لنا الليله هنتكلم عن اللون الابيض وعاملين. أيوة. الاكلات باللون الابيض، اتكلمي لنا شويه عنه بقى. اكيد اللون الابيض زي ما هنعرف انه هو له تاثير قوي جدا وفعال على الجهاز المناعي. عندنا الفواكه والخضروات اللي هي باللون الابيض، عندنا القرنبيط الابيض، وعندنا كمان الجوافه والموز، ودي الفواكه والخضروات، عندنا البصل، الثوم، كل الفواكه والخضروات باللون الابيض. وكمان زي ما الشيف محمد الليله حيملينا عصير الجنجوليز حنتكلم عنه لما يوصل مرحلته. لكن الاغذيه باللون الابيض بيحتوي على المواد المهمه جدا جدا، العناصر الغذائيه المهمه مثل البوتاسيوم، هو مفيد ومهم جدا جدا لجسم الانسان، بيعزز وبقوي جهاز المناعه، وكمان الكالسيوم والمنجنيز وكل الفيتامينات الموجوده، فيتامين سي. البصل والثوم من الخضروات باللون الابيض اللي بتعمل على التخلص من السموم في جسم الانسان. احنا في فصل الصيف قلنا محتاجين اننا نتخلص من السموم الموجوده في جسمنا عشان نقدر نمارس نشاطاتنا بالطريقه السليمه. ها شيف وصلت وين؟ انا هنا بضيف شويه لبن صغيرين عشان نفتح لون الشوربه، وعملنا. أيوة. معاها شويه ميه او شوربه زي ما اتفقنا. تمام. شوربه دجاج، شوربه لحمه، تكون شوربه لونها فاتح بس ما يكون فيها بهارات كتير عشان ما تغير لك اللون بتاع الشوربه. تمام يا شيف. ونقلبها كده. هي دلوقتي هتكون سايله، بعد شويه لما الحراره تشد عليها شويه بعد كده بتتقل شويه شويه. القوام بقى ده انت بتتحكمي فيه على حسب نسبه الميه او اللبن اللي انت بتضيفيها. تمام. ممكن زي ما قلت تضيف شوربه ذاتها يعني. ممكن لو عندك شوربه بتاعت الفراخ ممكن تعمليها بيها نفسها شوربه اللحمه، مفيش مشكله. هتدي القيمه الغذائيه. هتديكي قيمه غذائيه اعلى. اعلى اكيد. كده دكتوره دي الشوربه هنخليها كده على النار. تمام. شويه وبعد كده نعمل مع بعض طبق سلطه الزبادي بالخيار، هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه عشان نعمل مع بعض سلطه الزبادي بالخيار. طبعا هي سلطه دكتوره من نوع المهديات للاكل، يعني في اكل بيبقى سخن، اكل حامي، اكل فيه شطه، حاجات زي دي من السلطات الهاديه بتبرد على المعده، اللي بتبرد بمعنى صح. ممكن تاكليها طبق كوجبه لوحدها، ممكن تعمليها بالليل عشاء فطار زي ما انت عاوز. اول ناس المتابعين حميات بين الوجبات ممكن يتناولوها. الزبادي بنجيبه زي ما اتشرحنا قبل كده، انت ممكن تعملي الزبادي في البيت. ايوه، بتجيبي كيلو اللبن تسخنيه على النار يغلي غلوه، تطلعيه تحطي معاه علبه زبادي صغيره ومعلقه ملح وتسيبيه ثاني يوم، او تعبيه في الكوبايات بتاعتك وتحطيه في صينيه تكوني مولعه الفرن قبلها بشويه. أيوة. تقفليه تخليه دافي، ما تشغلي الفرن وهو الزبادي محطوط جوه، تسيبيه لحد ثاني يوم بيخمر، بيمسك معاكي الزبادي صحي تماما، زبادي وجوي، ما سايل، بس سايل ده النوع الجوي اللي فيه. تمام. انت بتخفيه بعد كده براحتك طبعا. صح. احنا الزبادي الخيار طبعا بنجيبه نقطعه سواء مكعبات، شرايح، مربعات، تبشري، اي شكل انت عاوزاه ممكن تحطيه. تمام. هنضيف هنا الزبادي، الخيار على الزبادي كده، ويا ريت الخيار تحطيه شويه عشان المويه في شاشه او مصفى يتصفى معاكي من المويه عشان السلطه تكون متماسكه. أيوة. معاكي ما تكون سايله عشان دي. تمام. الخيار بينزل مويه كثيره جدا لما نقطعه، بالذات لما نبشره نسبه المويه اللي بتنزل بتكون كثيره. نقلب كده المكونات. ايوه. نيجي مع بعض هنا نعمل عود نعناع سواء ناشف او اخضر، تفرميه كده بيديك نكهه حلوه جدا. ايوه. مع الزبادي. نعناع اخضر او نعناع انت تكوني منشفاه مثلا معلقه خفيفه كده. أيوة. تاخدي معاهم فصين ثوم. ممكن برضو اضيف بقدونس يا شيف. ممكن البقدونس. أيوة. بقى الاضافات دي يا دكتوره اي حد بيحب اي حاجه طبعا في السلطه بالذات، هي مكتوبه عليها سلطه. ايوه. السلطه دي بتشكلي اي. أيوة. شيء. أيوة. عندك في البيت بتعملي بيه السلطه. معنا اتصال من إخلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا إخلاص؟ تمام؟ لينا يا دكتورة زهراء. كيف أخبارك؟ يديك العافية. تسلم إن شاء الله. الله يعافيك. الله يبارك فيك. الله يخليك. جميل. تسلمي. محمد. الله يخليك. تسلمي. يديك العافية. الله يسلمك. الله يعافيك. بس لو سمحت زهراء أعرف بالفرق بين التورتة والجاتو. بين شنو؟ التورتة. أها، والجاتو. والجاتو. ايوه. طيب. تمام. التورته، انت هي بتبقى شكلها متكامل، اي حاجه شكلها كبير بيتقال عليها تورته. انت مجرد ما قطعتيها باي شكل خلاص بقت قطع جاتو، او الجاتو اللي احنا بنعمله في الصواني الكبيره ده اللي هي بتعمليه مستطيل وبعدين تقطعيه بالقطع الصغيره، السواريه الصغير او الكبير اللي انت بتعمله. الاثنين نفس الكيك، بس الكيك اللي بيتعمل بالعجينه بتاعت السكر بيكون الدقيق بتاعه اكتر شويه لانه عشان يتحمل العجينه، العجينه حجمها تقيل غير الكريمه ما خفيفه. فعشان كده احنا دايما بنقول الكريمه لما تيجي تعملي تورته بتاعت عرس مثلا او تورته بتاعت زفاف اللي بتحطها فوق بعض التورتات لازم العجينه تكون تقيله، فعشان كده احنا بنعمل الكيك اتقل شويه، والحشوه بتاعتها بتكون كريمه زبده ما بتكون كريمه عاديه عشان ما تسيح. تمام. الله يخليك. عندك اي سؤال ثاني؟ جزاك الله خير. تسلم يا إخلاص، شكرا لاتصالك. ويا ريت كل الناس اللي بتابعونا يتواصلوا معنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحتنا على الفيسبوك سوداني 24. ارسلوا لنا اطباقكم على بوست اطبخ وارسل. هيا شيف محمد كده السلطه خلاص جاهزه. بعد كده تضيف لها بقى شويه تقلب. في ناس بتحب تحط عصير ليمون بسيط مفيش مشكله، بس هو طبعا طعم الزبادي لوحده فيه مزازه. أيوة. يعني لو اضفنا ليمون هيغير لنا النكهه شويه ان شاء الله. ايوه. النهارده طبعا احنا عاملين لهم عصير تبلدي بالموز. ايوه صح. يا ريت حضرتك تكلمينا شويه كده عن الموز قبل ما نعمل السلطه. الموز طبعا قلنا من الفواكه باللون الابيض، بيحتوي على البوتاسيوم بكميات كبيره جدا جدا، وهو بيفرز لنا الهرمون السيروتونين اللي بيدي الايحاء بالاسترخاء وبالراحه. عشان كده الناس اللي بيكون عندهم ارق وعندهم قلق لو يتناولوا لنا حبه موزه وبعد كده يسترخوا بيقدروا يناموا طوال. يعني في ناس كثير بيشتكوا من الارق، وكمان في ناس اللي بيعانوا من الغولون العصبي بنقول لهم انه الموز ما يتناولوه على معده فاضيه. يعني احنا مصرين، هي الحاجات دي بتختلف. مثلا الناس اللي بيعانوا من الغولون العصبي في لحظات بتكون الالم كثير او بيكون في التهاب زايد الحاله بتاعت الالم، احنا في الحاله دي نبعد تماما من تناول الموز وبعض الفواكه. لكن في زول يكون عنده عادي غولون عصبي لكن بيجيه النوبه من فتره لفتره على معده مليانه شويه، اذا تناول نص حبه موزه ان شاء الله ما بتاثر عليه وما بتعمل له مشاكل. ماشي محمد كده خلاص
تمام. طب يا دكتوره، في بالنسبه للمعلومات عن الموز في معلومتين احنا عاوزين ناكدهم بس لاعزائنا المشاهدين. تمام. ان الموز بيقول لك لا ما تحطه جوه الثلاجه، خليه بره الثلاجه. وفي الموز هل هو وهو اخضر او القشره بتاعته لسه فريش؟ في نقط بتظهر بعديها بكام يوم او ثاني يوم او ثالث يوم بتظهر في القشره. في القشره. هل ده اصح ولا الاصح ان انا اكله فريش لسه اخضر شويه كده؟ والله كل واحد عنده فوائده وقيمته الغذائيه. هو الموز فيه مضادات للاكسدات. انت زي ما قلت هسه الموز لما ناخده في الثلاجه غير صحي، هو مش عدم صحيه، انت لما تاخده في الثلاجه بتسرع من الاستواء بتاعه، يعني عكس عكس الحاجات الثانيه. احنا مثلا الفواكه بناخدها في الثلاجه عشان نحافظ عليها، لكن الموز مجرد ما حطيته في الثلاجه بيزيد انه بليان اكثر، لكن لما ناخده برا بيحافظ لانه القشره بتاعته ثقيله وقويه، فبتحافظ على الموز بالمحتويات الموجوده فيه والعناصر الغذائيه الموجوده فيه، عشان كده حفظه برا بيكون افضل. يعني لكن بس في درجات. طب وبالنسبه للنقط السوداء فيه، اسمع بعض المعلومات ان لما يكون نقط لونها اسود على الموز من برا كده بقول لك صحي اكثر. ايوه صحي اكثر، وفيه مضادات اكسد اكثر، وبيعمل لنا وقايه من مرضى السرطان، يعني انه الناس اللي بيعانوا من انه انتشار الخلايا السرطانيه في الجسم، انه لو يتناولوا الموز اللي فيه نقاط سوداء في القشرة إنها بتخفف من تكاثر الخلايا السرطانية. يعني الأفضل إن إحنا نأكله مستوي في النقط دي. أيوة. هو أنواع طبعا الموز، عندنا الموز القشرة خضراء كاملة من برا، عندنا الموز بنقطة سودة، وحاجات كثيرة، أنواع كثيرة من الموز. كده يا شيف خلاص السلطة؟ كده خلاص يا دكتورة بنزينها. ممكن نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا مع حضراتكم مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. زي ما شفنا مع بعض طريقه سلطه الزبادي، وخدنا معلومات طبعا عن الموز من الدكتوره. ايوه اتمنى يكونوا بيستفادوا منها طبعا الدكتوره المعلومات دي، عشان في ناس اسئله كتيره طبعا بيسالوها على بالذات على الموز دوت. في ناس بتخاف من النقط اللي قلت لحضرتك عليها دي، ما بيقدروا ياكلوه. لا هي ما منها خوف، بالعكس زي ما قلنا فيها مضادات الاكسده بكميات كبيره جدا بالنسبه وقشر الموز كمان يا شيف عنده استعمالات مفيده جدا، انه نحن قشر الموز ممكن نسحنه وننشفه ونسحنه ونضيفه لخلطات كثيره، خلطات بالنسبه للشعر، ممكن كمان يستعمل كمرهم للجسم. والموز ذاته في حد ذاته نحن ممكن برضه نهرسه، وبرضه بيعمل لنا كمعالجه للجروح الموجوده في الجلد، بيخففها لنا وبيعمل على انها تشفى بسرعه وبسهوله ان شاء الله. وفي حاجات معلومات ثانيه شايف، انه مثلا في ناس كثير بيقول لك احنا عندنا مصران وما بناكل الموز. في جسم الانسان بيختلف، يعني من زول لزول بيختلف اختلافات كبيره جدا جدا، عشان كده انت ما اي زول يديك وصفه، الكلام ده انا كنت قلته في الحلقه السابقه، انه ما اي زول يديك وصفه انت تقوم تعمل بيها او تمشي بيها. يعني زول قال لك انا عندي مصران ما باكل موز بيعمل لي مشاكل، انت كمان تقوم تحرم نفسك من الموز. ايوه هو زي ما قلنا في فترات بتاعه الالتهاب الحاد انت ما تتناول الموز، تبعد عنه تماما، لكن في الحياه العاديه نفسك دخلت في موزه تاكلها لكن على معده مليانه، انت ماكل معدتك فيها اكل، تقوم تتناول الموز ان شاء الله ما بياثر معك. وكمان مرضى السكري انهم حبه موزه بتساعدهم على انه تخفيف الانسولين، برضه مساعده جدا جدا لانها بتتهضم بصوره بسيطه فيها نسبه من الالياف. وكمان الناس اللي بيعانوا من ضغط الدم بتعمل على تقليل ضغط الدم. ما شاء الله. شيف محمد كده ده ما شاء الله تبارك الله، سلطه حلوه شديد بشكلين حلوات مختلفات. نشوف كده معانا الشوربه. هي طبعا معين. كل شويه عشان ما تعملش معاك الدقيق بيرصب تحت. أيوة. فدايما تقلبيها كده عشان ما تمسك تحت. دايما الكريمه اللي انت بتعمليها في البيت تضيفيها اخر شيء عشان هي اللي بتديكي القوام. تمام. طبعا كمان اللون الابيض بدينا ايحاء اننا ناكل اكبر كميه من الاكل، او نحن بنحس بنفسنا قدر ما اكلنا حاجه باللون الابيض اننا مش بعنا. يعني مثلا الناس اللي بتناولوا الزبادي او منتجات الالبان بتناولوها بحس انه محتاجين لكميه زياده، عشان كده. وكمان اللون الابيض السعرات الحراريه فيه كبيره جدا جدا، عشان كده نراعي في تناول المنتجات اللي باللون الابيض سواء كانت خضار او فاكهه او منتجات الالبان او كمان حتى البيض. شوف شيف محمد وصل وين؟
كده يا دكتور احنا عملنا خلاص سلطه الزبادي الشوربه على النار كل شويه تقلبي فيها عشان يديه ميه يرسب منك زي ما اتفقنا. أيوة. زي طريقه البشاميل بالظبط. وهنعمل دلوقتي الدجاج مع المكرونه بالصوص الابيض. تمام. عاوزين نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا لكم من جديد مشاهدين الاعزاء. شفنا مكونات مكرونه بالدجاج بالصلصه البيضاء. الشيف محمد حيشتغل لنا فيها حاليا ان شاء الله. دكتوره طريقه الدجاج ديت ممكن احنا نعملها في المكرونه وندخلها زي صينيه البشاميل وندخلها الفرن. أيوة. او ممكن تعملي الطريقه بتاعت المكرونه العاديه اللي بتسلق المكرونه زي ما اتفقنا. ميه سخنه، ملح، زيت، وتخليها تاخد غلوه 3 ارباع سوا. دايما اي مكرونه اعمليها لدنت زي ما بنقول 3 ارباع سوا. ايوه تمام. وتحط عليها شويه زيت صغيرين بعد ما تبرد عليها بالميه او التلج اللي عندك، تبرد عليها تحط لها شويه زيت عشان ما تبقاش متماسكه مع بعض. تمام. لان هي لسه هتخش في مرحله تسخين تاني، فباقي المكرونه الحته اللي انت سبتيها زي ربع التسويه دي بتستوي مع التسخين. تمام يا شيف. هنا هنعمل معاها شرايح دجاج كده. اها. هنعملها لوحدها، نشوحها لوحدها مع زيت، تتبيله ملح وفلفل فقط لا غير. وهنعمل مكرونه هنا مع صوص ابيض، نفس طريقه الشوربه دلوقتي اللي احنا عملناها، بس هنخلي الصوص تقيل ونضيف عليها كريمه. طبعا. وبعد كده لما تيجي تطلعي على الوش حطي معاها صوص كريمه برده من الحله برده لوحدها. تمام. عشان تزيدي نسبه المكرونه، المكرونه بتشرب الصوص ده. ايوه. تمام. هنعمل مع بعض هنا التتبيله بس. شويه ملح طبعا، تكوني غسله الدجاج كويس جدا. تمام. ممكن تضيفي له كمان شويه عصير ليمون عشان يطلع معاكي طعمه حلو. ادينا نكهه مميزه. هنقلب كده. ملح وفلفل. ملح وفلفل بس فقط لا غير، وشويه عصير ليمون او خل. ممكن تحط لها فص ثوم مثلا طعمي بيها، او ممكن تنزلي بالثوم مع الصوص. تمام. تمام. زي ما قلنا الثوم انه بيطرد السموم والغازات من جسم الانسان، وكمان لو عاوزين نتخلص من ريحته تكلمنا كم مره انه ممكن نتناول البقدونس، الهبهان، النعناع، بتخلص لنا من ريحه الثوم الكريهه في الفم. ان شاء الله دكتور. كده فص ثوم. أيوة. مع الدجاج ونبتدي نقلبهم كده. ما بيحتاج ان نخدها في الثلاجة عشان ما بيحتاج دكتور، بس الصنف انت بتسويه خلاص بتكوني بجاهزة، او ممكن تكوني متبلاه قبلها وتخليه في الثلاجة، وقت ما تعوزي تسويه بقى تعمليه بنفس الطريقة. تمام. ممكن تدخليه في صينية لو الناس ما بتحب الزيوت كتير، تدخله الصينية بس، تدخله الفرن ينشف شوية وتطلعه وتنزله على المكرونة برضه. زي ما حضرتك شايفه كده بس التتبيله بتاعته. طيب. هننزل هنا شويه زيت صغيرين، نبتدي نحمره تحميره خفيفه بس. كمان زي ما قلنا انه الدجاج والسمك من اللحوم البيضاء المفيده ومهمه جدا لجسم الانسان، بتختلف عن اللحوم الحمراء، هي فيها نسبه من البروتين كثيرة جدا، لكن ما بتتقارن باللحوم الحمراء. والأسماك واللحوم البيضاء هي أكثر صحية بالنسبة للناس اللي ما بيتناولوا، الناس النباتيين، إنه ممكن يتناولوا الأسماك ويتناولوا الدجاج لكن بكميات تكون معقولة. والناس قلنا اللي بيعانوا من مشاكل الجاوت إنهم يبعدوا من السردين وسمك التونة، لأنه بيأثر عليهم ويزيد لهم من الارتفاع اليوريك أسيد في الدم. هنا معانا اتصال من جلال. الو، السلام عليكم. كيف يا شيف محمد؟ ان شاء الله بخير. اهلين يا استاذ جلال، ازي حضرتك؟ الله يسلمكم. الله يخليك. شكرا جزيلا والله على الاطباق الحلوه الظريفه دي. الله يخليك. لكن بس سؤال بسيط، او كان شرحت قبل شويه لكن انا ما كنت قريبه. لا اتفضلي تحت امرك. بسال بس من طريقه الزبادي. الزبادي. حاضر هقولها لحضرتك بطريقه بسرعه. الزبادي بتجيبي كيلو اللبن تغليه غلوه على النار وتسيبيه يبرد شويه، تحطي له معلقه ملح صغيره. ملح ليمون او ملح عادي اللي موجود عندك في البيت. أيوة. وتجيبي علبه زبادي صغيره، عشان انت طبعا ما عندك عمليه التخمير بتكون جاهزه، ممكن من نفس الزبادي اللي انت هتعمليه ده تعيني منه كاسه واحده تخمري بيه لتاني يوم، يعني دايما بيكون في زي عمليه تخمير للزبادي.
فانت عشان تستوي معاك الزبادي ويكون تقيل زي ما انت بتشوفيه الجامد ده، تروحي جايبه علبه زبادي صغيره فكها فيه وتقلبي اللبن ده كويس وتعبيه في الكاسات بتاعتك او البولات بتاعتك اللي انت بتحطي فيها، تولعي الفرن شويه زي 10 دقائق كده وبعدين تقفليه. ترصي الصينيه بتاعتك ديت في الكاسات او البولات او الصينيه اللي انت بتعملي فيها او الحله اللي انت عامله فيها اي شكل انت عاوزاه، وتدخليه وتبيتيها لتاني يوم في الفرن ده، لان هي بتحتاج جو دافي عشان تتخمر تعمل عمليه التخمير مع اللبن. ايوه هو دخل عادي خلاص بقى اللي بس ما تنسي خلي الفرن مطفي ما تولعيه، يعني انت تدفيه بس وبعدين اقفل الفرن. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. طيب معلش دكتور زهراء، يعني اتفضل يا هلال. طب الطفل الصغير مثلا عمره 9 شهور افضل لها الزبادي بتاع البيت ولا الزبادي برا؟ 9 شهور. هي لسه بيبي. تمام، 9 شهور هي طبعا تخطط المرحله انها تتناول اغذيه من برا. الزبادي هو يعني انت ما حتدي لها طبعا الزبادي كده كامل، نحن بمنتجات الالبان دي بندخلها للطفل هي يعني زبادي براه وكده بعد السنه، بعد ما يتم عمر السنه احنا بنقدر نديهم كاس الزبادي انهم يتناولوها وكده، لكن في 9 شهور دي انت الزبادي ذاته ممكن تضيفيه لحاجات ثانيه وتديها لها مع البطاطس والجزر والحاجات دي. ايوه بالنسبه لشنو؟ مع البطاطس والجزر والحاجات. ايوه مع البطاطس والجزر، حتى اللبن ذاته وانت لما تدخلي لبن من برا بالذات الطفل قبل عمر السنه حليب الاصغار بيكون فيه يعني كميات كبيره جدا من البروتين، فالجسم بيكون يعني افضل له لبن الام. كويس، انت بعد السنه بتدخلي له يعني كوبايه حليب ممكن تديها له، لكن قبل السنه انت بتضيفي له الخضروات والفواكه بتخلطيها مع اللبن او الزبادي وتديها له. ايوه اوكي، شكرا لك. شكرا لاتصالك يا جلال، يعطيك العافيه. ها شيف وصلنا وين؟ اه الصوره خلاص بقى بدي تحميره خفيفه كده للدجاج وبعد كده هنزل هنا بالبصل مع الزبده، دايما حطي شويه زبده او سمنه في الحاجه اللي فيها صوص ابيض. تمام، عشان تفتح لك وتحافظ على اللمعه بتاعت الصوص ده. هنحط معاها هنا معلقتين او 3 دقيق على حسب كميه المكرونه اللي انت عاملاها. تمام، الصوص ده بعد كده من الممارسه انت بعد كده بتعرفي الكميه اللي تقدري تقدريها قد ايه. ايوه نقلب كده الدقيق يستوي مع البصل يبقى زي البشاميل بالظبط. تمام، تحس ان ريحته راحت خلاص الدقيق كده كله، شايفه بيحل، ما عاوزينه عجينه احنا عاوزينه بس يكون حاجه تقيله كده. هننزل بيها شويه لبن او شوربه زي ما اتفقنا، وممكن تفتحي بالكريمه. تمام، الكريمه زي ما قلنا هي زبادي ونشا وشويه ملح صغيرين على النار، بتطبخيهم وتسيبيه يبرد، بعد كده بيبقى معاك صوص زي الكريمه بالظبط. دي بديل الكريمه الطبخ طبعا. ان شاء الله يا ريت الناس يطبقوها في البيت وبتكون سهله ونقدر نضيفها لكثير من الاطباق. وقلنا القيمه الغذائيه لمنتجات الالبان بتحتوي علينا على الكالسيوم، بتحتوي على كثير من العناصر الغذائيه المفيده لجسم الانسان، الحديد والزنك اللي بيحتاج ليها. لكن في ناس كثير يا شيخ محمد، طبعا النساء الحوامل ما في ناس ما بيحبوا اللبن، يقول لك احنا ما بنحب اللبن ما بنقدر نتناوله. اللبن كمان ومنتجات الالبان في ناس كثير عندهم حساسيه من اللاكتوز اللي هو جسمهم ما بيقدر ينتج لنا انزيم اللاكتاز اللي هو بيساعد على تكسير اللاكتوز، فبالتالي بيكون عندهم مشاكل، ولما يتناولوا اللبن بيعمل لهم عسر هضم وممكن يعمل لهم اسهال وممكن يعمل لهم مشاكل كثيره وانتفاخ وغازات. عشان كده بنقول للنسوان الحوامل اللي ما بيقدروا يتناولوا اللبن بيعمل لهم مشاكل زي دي، انه في بدائل غذائيه ممكن يتناولوها هي بتساعدهم على انها تمدهم بالقيمة الغذائية الموجودة في اللبن. عندنا مثلا الجوافة، عندنا القنقليز، هسه الشيف حيشتغل لنا به، وعندنا كمان الحليب فولس، حليب الصويا هو مفيد جدا جدا ومهم، ويا ريت الناس تنتبه له وتراعي انها تدخله في الأنظمة الغذائية اللي بتناولوها خلال اليوم. ما شاء الله دكتورة. فكده طعم الصوص ملح وفلفل برضه. تمام، فحطينا شوية حليب. ايوه بعد الحليب كده اضيفي ما عندك، اعملي بميه عاديه بس فتحيها شويه بالكريمه. تمام تمام، نبتدي نسيبها كده تستوي شويه على النار لحد ما تحس ان الصوص تقيل. تمام، هنكون طبعا سالقين المكرونه زي ما اتفقنا. بنعمل هنا الدجاج نحمره كده تحميره خفيفه. تمام، ما بيستوي تسويه كامله، احنا بعد كده هننزله مع الصوص ياخد طعم الصوص ده. ممكن تعمليه في الفرن، لو ما تقدري تعمليه في الطوة ممكن تدخليه في ترصيه في صينيه وتدخليه الفرن، بيطلع معاكي طعم حلو. تمام، الطريقه دي شوف قريبه للبيكاتا، التيكن بيكاتا قريبه للبيكاتا، بس البيكاتا طبعا احنا بنعفر الدقيق مع الفراخ مع ايوه، فبنعمل معاها صوص بتربط لوحدها زي الصوص اللي احنا عاملينه بره ده لوحده. تمام تمام، نبتدي. معانا اتصال يا شيف. مساء الخير عليك يا ام سلمى. مرحبا، وعليكم السلام، كيف اخبارك؟ تمام
تمام والله الحمد لله. الله يسلمك. انا بسألك يا دكتورة عن انا عندي مشكلة في المعدة. اها. ودايرة تخسيسي عنها. دايرة شنو؟ هي مشكلة في المعدة. عندك مشكلة في المعدة ها، عاوزة تنزلي وزنك ولا شنو؟ ودايرة يعني شوية كده صفية يعني دايرة تخسيس شوية يعني حب. اها تمام. البطن ذاته يعني كده شوية كده التخسيس يعني في زيادة المعدة تتنفخ أثناء الأكل. أثناء الأكل بيجيك انتفاخ. انتفاخ. تمام. طب انا حديك الحاجه اتفضلي. والحاجه الثانيه انا في استخاره بالذات والشدب كله بقوم حبوب لحد ما يجي الاسود بالذات في العرق. الحبوب بسبب شنو مشيتي يا دكتور؟ بس مشيت ما وصلت اي حاجه لي. طيب الحبوب نوع شنو؟ ما يلا بس مع السخانه والعرق. بس مع السخانه صح؟ السخانه والعرق. ودي الدكتور قال لك شنو انت مشيتي يا دكتور جلديه؟ والله خبيرة بتاع التجميل. خلاص انت تابعي مع دكتور بتاع جلدية، هو بوريك النصايح ووديك العلاجات اللي ممكن انت تشفيك ان شاء الله من الحبوب. يا ام سلمة انت سألتي قلتي عندك ألم في المعدة وعندك التهابات في المعدة وجسم وعاوزة تنزلي وزنك. طيب الأغذية باللون الأبيض هي أفضل شيء لعلاج الآلام المعدة. عندنا منتجات الألبان زي ما قلنا الزبادي بيحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وبيحتوي على اللي هي البكتيريا المفيدة جدا للهضم وبسهل عليك. يعني مثلا أنت إذا أكلتي وجبة لو دخلتي كاسة زبادي أكلتيها بعد الوجبة وهي بتساعدك كثير على أنك مثلا تتخلصي من الانتفاخ اللي بتسبب لك بعد الأكل. وكمان عاوزة تنزلي وزنك بقول لك بنصحك بعصير الليمون. تشربي ليمون فترة الصباح يعني أول ما تصحي من النوم تشربي كوباية عصير ليمون، وبالمساء كمان تشربي كوباية عصير ليمون. إن شاء الله بتستفيد من فيتامين سي الموجود فيه وبتتخلص لك من كل السموم، حتى إذا كانت الحبوب دي ناتجة من مشاكل في البطن. المعدة ذاتها لها دور بالمناسبة كبير جدا جدا إنه بيعمل لنا مشاكل في الجلد اللي هو بيظهر لنا كشكل طفح جلدي على الوجه على كده، بتكون جسمك متحسس أي عرق أي أتربة أي سخانة بتأثر وبتعمل لك مشاكل. بنصحك إنك تشربي فيتامين سي اللي هو ليمون برتقال المكونات، وكمان البنجليز فيه طبعا نسبة فيتامين سي بتتضاعف اللي هي تعتبر 3 أضعاف الموجودة في البرتقال. انت حاولي نوعي في الاغذيه، وكمان البهارات تخففي منها كثير فتره الصيف لانه برضه ممكن تكون هي من الحاجات اللي بتعمل لك مشاكل، وتشربي كميات كبيره جدا من المويه. ان شاء الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا ام سلمى. هشوف محمد وصلنا وين. نرجع مع بعض هنا. ضفت طبعا الفراخ ثاني سيبها تستوي مع بعض. في طريقتين ممكن نشتغل بيها كده، تسيبيها لحد ما تستوي تحس ان، لان طبعا ممكن يبقى قطعها شرايح صغيره فتستوي معاك بسرعه، او تدي لها شويه صوص من اللي انت عاملاه المكرونه وتخليها تستوي معاه برضو بتلمع بالصوص. طريقتين كويسين مش مشكله. هنحط هنا مع الصوص والشوربه كريمه الطبخ شويه هنا وشويه هنا. تمام. ونبتدي ندوبيهم عشان تفتح معاكي لون الابيض شويه كده بالطريقه دي. ايوه. والشوربه خلاص استوت بالفعل. استوت. ما حنضيف لأي حاجة ثانية الشوربة خلاص. ما محتاج أي إضافات. الكرفس بيديها ريحة طعم وقيمة غذائية. طبعا زي ما شفنا اللون بيبقى أبيض. أيوة. كل ما بتزيد الكريمة كل ما بتفتح معاكي أكثر كمان. تمام. هنضيف لها شوية صوص كده صغيرين الدجاج. خلاص هو بدأ يربط زي البشاميل بس احنا عاوزينه خفيف. تمام. لأن طبعا المكرونة بتنزل كم نشا فبتربط معاكي أكثر. بتتقل الغوام. هندي لها شوية كريمة كده صغيرين اللي احنا عملناها. وتسيبيها تستوي كده على النار. تمام. وننزل هنا بالمكرونة شوية مع الصوص. هيكونوا كلهم في طبق واحد صح؟ هيكونوا كلهم في طبق واحد مع بعض. اه هنحط كلها. تمام. ده شوف المكرونة مع الكريمة والدجاج ضفت له الكريمة. ممكن زي ما اتفقنا تعمليه زي البشاميل زي المكرونه البشاميل، تروحي حطي طبقه. أيوة. حطي الدجاج في النص وبعدين تضيفي الطبقه الثانيه وتدخليه الفرن. ده يبقى طاجن معاكي، او تعمليه بالطريقه كده لو فريش انت بتقدميه طبق طبق تعمليه بالطريقه دي. تمام. طريقه حلوه وبسيطه سهله جدا ان شاء الله.
زي ما شايفه بيفتح لون الدجاج تاني. احنا بس ما بنحمرش الفراخ كتير عشان ما تطلع لون بني، احنا عاوزين لون ابيض زي ما هي. تمام تمام. ادي لها شويه الصوص كده، احنا طبعا مطعمين ملح وفلفل هنا وهنا في الصوص ذاته، في الصوص نفسه. ايوه ملح وفلفل فقط لا غير. دي من الاكلات الخفيفه اللي ممكن حتى تستغني عن الفلفل، لان الملح بيديك مذاق مع الكريمه حلو. اكيد صح. كمان الملح والسكر من الأغذية باللون الأبيض، الناس كثير جدا بيخافوا خوف شديد من السكر والملح، هم جد ضارين جدا إذا نحن تناولناهم بالكمية أكبر من الكمية المحتاج لها الجسم. يعني جسم الإنسان بيحتاج لملعقة ملح خلال اليوم، الملعقة دي بتكون موزعة على كل الأغذية اللي أنت بتتناولها خلال اليوم، لكن بالملعقة بتاعت الملح دي أنت لازم خلال اليوم تشرب كميات كبيرة جدا من الموية عشان ما تترسب الأملاح، تترسب في جسمك وتعمل لك مشاكل اللي هو موية تحتاج له تعمل مشاكل تانية. وكمان السكر برضو ملعقة خلال اليوم كفاية، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم سكري. والملح والسكر بيعتبروا من المواد الحافظة بالنسبة للأغذية، مثلا المخللات المربات، ونحن إن شاء الله حنفرد حلقات كثيرة جدا ومساحات كثيرة لحفظ الأغذية بالطرق المختلفة ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. طب يا دكتور احنا هنا عملنا المكرونه وادي الفراخ بالصوص الابيض، تاخدي منها جزء من اللي احنا عملناه للصوص المكرونه وعملنا الشوربه. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا مع حضراتكم مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. زي ما شفنا دكتوره قبل الفاصل احنا عملنا مع بعض الشوربه. أيوة. وعملنا الدجاج بالصوص الابيض والمكرونه برده بالصوص الابيض. تمام. فاضل لنا طبعا العصير تبلدي الموز، هنغرف بس الاطباق ديت وبعد كده نعمل مع بعض العصير ان شاء الله. اديك اي واحد فيهم الشوربه الاول يا دكتوره. تمام. في المسافه دي يا دكتوره قبل ما نغرف كده نشوف الصفحه بتاعتنا اعزائي المشاهدين بعت لنا ايه النهارده. ما شاء الله بيتفننوا كثير وبيعملوا اطباق شهيه وحلوه. ما شاء الله استاذه امل عملت الحواوشي. ما شاء الله تسلم ايديكي. وميمة عامله خليه النحل. ما شاء الله يا وميمة شايف عين شكلها. ما شاء الله تسلم ايديكي. لمعتها حلوه. لمعتها بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها طبعا. ما شاء الله. طلع من طلع ليله طلعت علينا باربيكيو بالفرن دجاج بالباربيكيو. ما شاء الله تسلم ايديكي. طريقه تزيينك ولونها لون التسويه كمان جميل. ما شاء الله تسلم ايديكي. ندى عامله كفته. ندى عامله كفته بالجزر. عملتها كفته الجزر. ايوه ما شاء الله الجزر. ما شاء الله تسلم ايديكي. تسلم يا ندى. طبق جميل بصراحه. هديل عامله كيكه جوز الهند بالكريمه. ما شاء الله يا شيف. ما شاء الله تسلم ايديكي يا هديل. الزينه ذات التزيين. الزين الجميل بالشوكولاته طبعا. ما شاء الله تسلموا جميعا وشكرا لكم، شكرا لمراسلتكم لنا، وكل مره ماشيين في زياده وان شاء الله دائما في تقدم، وتكونوا تشاركونا دائما وتواصلوا معنا. ان شاء الله دكتور. يا شيف محمد الشوربه خلاص. شكرا طبعا جميعا على الصور الجميله والاكل الحلو اللي بيعملوه دوت. اكيد. هنا دكتوره خلاص الشوربه. العود بقى كده خفيف. ايوه اديها طبعا عصير الليمون كده وانت بتاكليها مع العيش المحمص. ظريف تبقى حاجه جميله طبعاً. جدا. ايوه كمان العيش المحمص هيكون ظريف خالص. تمام يا شيف. عندنا قلنا من الحاجات المهمه جدا جدا الناس بتتناولها في اللون الابيض، قلنا في ناس كثير جدا بيعانوا من مشاكل بالنسبه لتناول الالبان ومنتجات الالبان. عندنا كمان الجبنه الناس بتناولوها بكميات كبيره جدا جدا، فبتزيد من نسبه الاملاح الموجوده في الجسم. فنحن يا ريت اننا نتناول كل حاجه بنسب بسيطه ونسب معقوله، يعني ما نتناول حاجه بشراهه لانه حتصل فتره معينه انه الحاجه دي نحن خلاص جسمنا حيكون اكتفى منها وتعمل لنا مشاكل كثيره جدا نحن في غنى عنها. وزي ما قلنا لكم انه الاغذيه باللون الابيض هي مفيده جدا وبتحتوي على العناصر الغذائيه المهمه وبتقوي الجهاز المناعي، وكمان بتحتوي على نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم ومن الكالسيوم، فبالتالي بتاثر على قوه العظام والاسنان واللثه وكمان الجهاز المناعي عموما وعلى الدماغ وعلى الانشطه اللي بيمارسها الجسم خلال اليوم. نهشف محمد كده دكتور خلاص احنا عرفنا المكرونه. نحط بقى الدجاج. أيوة. زي ما اتفقنا الصوص ده ممكن تخليه بره تضيفيه بعدين او تعمليه تخشي بيه على الفرن.
تمام كده شيف خلصت صح؟ خلصت يا دكتور. تمام بس الطبق بتاعنا هتشتغل بعد الطبق ده هتشتغل لنا عصير الممبريز بالموز. بالموز عندنا كمان التبلدي هو من الفواكه او الاغذيه المهمه جدا جدا ومشهور بها غرب السودان، مفيد جدا والعناصر الغذائيه الموجوده فيه بيحتوي على الكالسيوم، قلنا بيحتوي على فيتامين سي بيساوي 3 أضعاف الموجوده في البرتغال، وكمان الكالسيوم موجود فيه بنسب عاليه جدا تكاد تنافس الحليب في المحتوى بتاعه. البودره بتاعت الجونجوليز نحن يعني بنستعمل الجونجوليز بطرق مختلفه، يا اما نبل البذور بتاعته والدقيق بتاعه الموجود فيه، هو دقيق طبيعي سبحان الله يعني شكل النبات ذاته مختلف تماما ومميز. الدقيق بتاعه بيحتوي على عناصر غذائيه مهمه جدا جدا، عنده فوائد كثيره اللي هو مضاد لكثير من الامراض، الناس اللي بيعانوا من مشاكل الكلى بيعمل لهم كوقايه، يعني ناس اذا الزول عنده مشاكل في الكلى او التهابات اذا شرب كوبايه صباح وكوبايه مساء ان شاء الله بيساعده، كمان مشاكل الهضم برضه بيساعد في انه يتخلص لنا منها، وقلنا فيه نسبه من الكالسيوم بتعمل على قوه العظام والاسنان، يعني ممكن ندخله كعصير مفضل ومميز جدا جدا في خلال الاغذيه بتاعتنا بنتناولها خلال اليوم او خلال الاسبوع ان شاء الله دكتوره. هنا خلاص ده طبق بنغطيه كده بالدجاج. ايوه كده نزينه تزينه حلوه كده بالفلفل، بتحط عليه شويه فلفل. تمام شكل الطبق طلع حلو شديد يا شيف، تسلم. اللون الابيض كمان بيشهي الاكل كمان يا دكتوره. ايوه بشهق، والناس بتكون يعني عاوزه تاكل اكبر كميه منه، لكن السعرات الحراريه الموجوده في الاغذيه باللون الابيض هي كثيره شويه مقارنه بباقي الاغذيه، عشان كده احنا نتناولها بتوازن وندخل معاها الخضروات مثلا سلطه الخضار وكمان سلطه الفواكه، فبتساعد ونسبه الالياف الموجوده فيه بتدينا احساس بالشبع، وبرضو المشكله المشاكل بتاعه الهضم تخلص لنا منها، الناس اللي بيعانوا من مشاكل الامساك برضو بيساعدهم على الوقايه منها ان شاء الله. زي شفت كده طبق الدجاج بعد كده فضل لنا العصير ما شاء الله. تسلم يدك دلوقتي العصير. على فكره ده الصوص برضو احنا قلنا نحطه جانبي، لو احتجته زياده ممكن تضيفي على كم المكرونه. تمام مكرونه والدجاج ذاته يعني ماشي. كده هنعمل مع بعض يا دكتوره العصير. تمام هنشوف مع بعض مكونات عصير التبلدي ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع عصير التبلدي بالموز. طبعا عصير التبلدي قبل ما نبتدي في العصير نستقبل الأستاذ بابكر معانا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلين يا أستاذ بابكر. السلام عليكم يا بابكر. الله يخليك تسلم يا رب. الحمد لله. كيف أخباركم؟ تمام الحمد لله. بس حابب يا شيخ أسألك عن الرز بشرايح اللحمة وعايز وصفه للكستر، يعني انا الكستر بيطلع معي يا قوي شديد يا خفيف. خفيف شديد. ايوه خلاص ان شاء الله. طيب انا هقول لك على الكستر بسرعه والرز برضه هقول لك عليه. الكستر انت بتجيب دايما في غلطه الناس بتعملها ان هي بتدوب الكستر مع السكر مع اللبن كله على النار مره واحده، ده لو ما وقفتش جنبه او ما قدرتش تقدر كم الكستر عشان تربط معاك بيطلع تقيل او خفيف، الحاجه اللي من الاثنين يعني. فانت الافضل ان انت تخلي اللبن والسكر يغلي على النار، اول ما خلاص يخش مرحله الغليان تكون جايب شويه لبن او شويه ميه صغيرين تدوب معلقتين معلقتين
لحد ما تاخد القوام بتاع الكاستر اللي انت عاوزه، ودايما خليه خفيف شويه وناعم عشان يطلع معاك في الاكل سهل، ما يكون زي ما انت بتقول بيطلع معاك تجيل. تمام، ده بالنسبه للكاستر. الرز احنا شفت طريقه الدجاج بتاعه النهارده دي، ممكن تعملها بنفس الطريقه باللحمه، تاخد شرايح اللحمه تعملها بملح وفلفل مع الزيت او الزبده اللي انت بتاكل بيها، وتعمل معاهم حله رز ابيض. الرز الابيض بياخد، اذا كان رز مصري او رز بسمتي، الرز المصري بتعمل معاه كوبايه وربع ميه مع كوبايه الرز. الرز البسمتي كوبايتين ونص، يعني ضعف كميه الميه اللي انت بتستعملها مع الرز العادي. وان شاء الله تعملها بالهنا والشفا ان شاء الله. ايوه الله يخليك، شكرا لاتصالك يا بابكر، ان شاء الله تكون استفدت وعرفت الطريقه كده. ماشي يا محمد. طيب يا دكتوره، انا هنا حطيت موز تبلدي او كونجليز زي ما احنا بنقول، زي ما حضرتك قلت فوائده طبعا ما شاء الله، انا شخصيا بحبه جدا يعني، هو حلو شديد فوائده كتير. ونحط معاه شويه تلج. أيوة. او ممكن تكون انت مبرده الكونجليز زي ما احنا بنشوفه كده، احنا عاملينه هنا بالشكل ده، بعدين بتعمليه، في ناس بتحطه بميه سخنه. أيوة. الميه السخنه بتغير لك لونه، بتغمق لونه، بتخليهوش فاتح، واحنا متعودين على اللون الابيض النقي فيه. صح. في ناس طبعا بتحط برده مبيضات، انا ما بفضل ان انت تحط مبيضات، ممكن تضيفي لبن او موز، بتزيد القيمه الغذائيه في نفس الوقت، ما في حاجات غذائيه محافظه نازله فيها. تمام، هنضربها كده شويه وبعدين ننزل فيها بكميه السكر. كميه السكر انت بتتحكمي فيها، ممكن تشربيه كده، وطعمه طبعا فيه الحموضه شويه، او تضيفي شويه سكر او عسل على حسب. طبعاً. بقى الاختيار اللي عندك. نضيف شويه سكر كده صغيرين. ايوه، ونبتدي نخلط. طبعا الدكتورة، الموز هو التبلدي في طبيعه ان هو بيبقى تجيل. أيوة. يعني في ربط الدقيق اللي حضرتك قلت عليه، الموز بيثبتهولك اكتر. تمام، وفي نفس الوقت بيديكي طعم ونكهه حلوه. مختلفة. لو ما عندك موز ممكن تحطي طعم ماء ورد او ماء زهر، معلقه واحده بتغير لك برده طعم اللذعه اللي انت بتشوفيها في التبلدي. هم كتير في اضافات كتيره بتضاف للتبلدي. طبعا هو بيتعمل دلوقتي منه انواع حلويات كمان، يعني ممكن تعملي منها المهلبيه برضو او الكاستر زي ما احنا بنقولنا الاستاذ الكاستر دلوقتي، بس بتعمليها من غير لبن، بتعمليها بالتبلدي بنفس المقادير. ممكن تعملي في يوم ان شاء الله، إن شاء الله. عشان نستفيد من المقادير ان شاء الله. كده خلاص العصير زي ما اتفقنا، ممكن تحطي سكر او تحطي عسل. تمام يا شيخ، ما شاء الله بالهنا والشفاء، يا ريت الناس يجربوا يتناولوا التبلدي مع الموز، بيستفيدوا من العناصر والقيم الغذائيه الموجوده في الاثنين، اللي هم الاثنين باللون الابيض، وقلنا بيحتوي على كثير نسبه كبيره جدا من البوتاسيوم والكالسيوم ومضادات الاكسده والالياف اللي بيحتاج لها الجسم عشان يتخلص. بيساعدنا الالياف، بتساعد على عمليه الهضم، وكمان الناس المتبعين حميات غذائيه برضه بتحسسهم بالشبع لفترات طويله، فبالتالي انهم بيتناولوا الاكل بنسب موزونه جدا جدا ان شاء الله. دكتورة كده خلاص يا شيخ، خلاص العصير انتهى. تمام، طبعا الأغذية باللون الأبيض هي مختلفة ومتنوعة جدا جدا، عندنا كمان المشروم اللي هو الفطر برضو بيتعمل منه شوربة، بيتعمل منه أصناف كثيرة جدا، الشيف إن شاء الله حيشتغل لنا فيها. الناس المتبعين حميات لو أضافوها ودخلوها في الأغذية بتاعتهم بتكون مفيدة جدا، وعندنا الجوافة وعندنا الكوميترا وعندنا كثير من الخضروات والفواكه باللون الأبيض اللي هي بتساعد، قلنا بتقوي جهاز المناعة، وبتحتوي على كثير من العناصر الغذائية بيحتاج لها الجسم وبتقويه، العظام بالذات عندها معاها تأثير قوي كثير جدا جدا. في الأثناء دي يا شيف نشوف القيمة الغذائية، برجع لكم ثاني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا طبعا القيمة الغذائية لأطباق النهاردة دكتورة،
اطباق سهله بسيطه زي ما حضرتك قلت اللون الابيض مريح للنفسيه اول شيء طعمه ومذاقه مختلف لانه بالوان طبيعيه وحاجات طبيعيه زي ما شفناها النهارده في التبلدي والزبادي والكريمه كلها حاجات مصنعات في البيت لكن انت بتعمليها بطريقه حلوه وبتريح النفسيه كمان وزي ما هو بيوحي على للسلام الخارجي كمان بيوحي للسلام الداخلي قلنا بتخلص الجسم من السموم وكثير من الفضلات وبساعدنا على عمليه الهضم بطريقه بسيطه وسلسه بالذات في فصل الصيف ويا ريت كمان نكثر من شرب المويه عشان نحافظ على جسم صحي نقدر نمارس نشاطاتنا بدون اي تعب او كسل او خمول ان شاء الله شكرا لك يا دكتوره محمد الله يخليك تسلمي يا دكتوره ونسلم حضرتك برضه على المعلومات الجميله اللي قلتها لنا النهارده بالذات عن التبلدي طبعا رب يديك والناس الغرب بنهنيهم يعني بالمنتج الجميل ده طبعا وفيه فوائد كثير جدا حتى اللحه بتاع الاشجار يعني هو بيحفظ فيه المويه كمان في شجره التبلدي ذاته بيحفظ المويه طبعا الاشجار الغريبه جدا الناس لما بيشوفها على الطبيعه سبحان الخلاق يعني ايوه صح سبحان واخيرا نقول لحضراتكم في امان الله في امان الله.